نجمتنا الكبيرة، عايش كم إصابات عندنا كبير جدا، نجمتنا آية الشامي. آية الشامي شهر 7 اللي فات اتصابت مع منتخب مصر في التصفيات اللي كانت الأفريقية اللي كانت في بتتلعب داخل صالة 6 أكتوبر في مصر. اتصابت، جالها قطع في الغضروف وجزع في الرباط الداخلي. الحمد لله ما شاء الله آية الشامي بتعود مرة أخرى للتدريبات. نجمتنا الكبيرة اللي كل جمهور النادي الأهلي بيعشقوا حاجة اسمها آية الشامي، لأن فعلا ما شاء الله عليها، آية الشامي من النجوم المؤثرين جدا داخل قلوب الأهلاوية. آية كانت اتعرضت قلت القطع في الغضروف وجزع في الرباط الداخلي. آية الحمد لله خلصت كل المراحل وإن شاء الله تلحق بإذن الله المرحلة اللي جاية تكون متواجدة داخل بإذن الله الفريق وداخل التشكيلة الأساسية للفريق. بنتمنى لها التوفيق ولها عودة حميدة بإذن الله. خلينا نخرج التقرير مع نجمتنا الكبيرة كابتن آية الشامي، هنشوف قالت إيه على المرحلة اللي فاتت واللي جاية وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله أنا لسه ابتديت دلوقتي أنزل أشارك مع الفرقة واحدة واحدة، يعني ابتديت في الأول كنت بنزل معاهم فترات قصيرة، دلوقتي فترات ابتدت تكتر شوية وإن شاء الله يعني إن شاء الله ماكسيمم أسبوع كده ابتدي أنزل معاهم على طول بقى إن شاء الله. هو كابتن حمدي كابتن ياسر شغالين جامد قوي مع الفرقة، حتى بيبقى بيعملوا ماتشات وكده عشان لما الفرقة بقيتها تيجي من المنتخب يبقى كل الفرقة جاهزة، مفيش حد فارق عن حد. وانا برضو ابتديت انزل معاهم واحده واحده، هم ابتدوا يعني ياخدوني حتى ساعات لوحدي ابتدي اجهز واحده واحده، يعني عشان ان شاء الله لما بقيت الفرقه تكمل ابقى جاهزه معاهم ان شاء الله. اكيد بشكرهم دايما، هم كمان كانوا ورايا اي بعد الاصابه وكانوا بيدعموني، وبطالبهم طبعا ان هم يفضلوا ورانا يعني معانا في البطولات الجايه ان شاء الله. نورت يا كابتن آية، شرفت النادي، الحمد لله اللي انت متواجده داخل ارض النادي بتتمرني، حاجه بتسعدنا جدا وبتسعد قلوب الاهلاويه اللي انت بتكوني متواجده داخل الفريق، لان فعلا نجمه كبيره وقلت نجمه مؤثره في قلوب كافه جماهير الاهلي تقريبا، معروفه بالاسم في كل جمهور الاهلي اللي بيشجع النادي الاهلي يعني بحب وعن حرقه كده اللي هو يعني روح النادي الاهلي.